السلام عليكم البنات، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي عالم مارينا. اليوم كيف كتشوفوا في الصور، غادي نشارك معكم تحضير المافن او المافين بالكاكاو والشوكولا. كيجي خفيف من الداخل وسهل في التحضير، واحد المذاق رائع. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في المقادير 210 غرام ديال دقيق أبيض مغربل، عندي 90 غرام ديال السكر سنيدة، عندي 115 غرام ديال الزبدة مذابة. بالنسبة لبودرة كاكاو خصو يكون كاكاو المر، عندي 30 غرام. الحليب 240 مليلتر ديال الحليب. الخميرة كيماوية 12 غرام، بيضة واحدة، وقبصة ديال الملح. بالنسبة لقطع الشوكولا لكم الاختيار في الكمية وكذلك في النوعية. انا كنفضل يكون الشوكولا اللي نسبة الكاكاو فيه تقريبا 50 غرام، عفوا 50% نسبة الكاكاو. عندي هنايا هاد شويخ احتفظت به باش نديرو من الفوق، والباقي لكم الاختيار، ممكن تقطعوا الشوكولا قطع صغيره ولا تديروا لي بيبي شوكولا، دائما كيبقى لكم الاختيار. في اناء كنوضعوا نواشف، غادي نعاود نغربل الدقيق واخا غربلته من قبل. ثم نزيدو سنيده، سكر سنيده، عاد كنزيدو الكاكاو بودغ كيف سبق وقلت. من الاحسن ديروا الكاكاو المر، ما ديروش الحلو، كيكون فيه السكر بزاف، اما الكاكاو نسبه قليله بزاف. شفتوا معايا كندوزو بهذه الطريقه، كتوفر علينا الخدمه. من بعد كنوضع الخميرة الكيماوية، تاهي من الأحسن نغربلوها. وفي الأخير كنوضعو رشة ديال الملح، ما تكتروش، هي شوية فقط. انا ما كتهزش ليا مزيان بصبع برؤوس الاصابع. صافي غادي نخلطوا هذا الشيء. بهذه الطريقه كنسبقوا ديما النواشف باش ما يبقاوش لنا هذوك حبيبات، اما ديال الخميره او الدقيق، خصوصا الكاكاو ما دائما خصنا نغربلوه في اي وصفه باش تنجح معنا العجين. في اناء اخر كنوضعوا الزبده، بسم الله، اللي دوبناها من قبل، كنزيدو عليها الحليب، من الجو بارد كتجمد هاد الزبدة. ثم كنزيدو البيضة اللي من الأحسن تكون بحرارة المطبخ. نخلطو هاد العناصر، غادي نبداو نضيفو نواشف بالتدريج.
بسم الله احنا كنصوتو. هاد المادلين ما كيحتاجش طراب كهربائي، كنخدموه غير بالفوي او سباتول. من بعد ما دخلت لينا الدقيق والنواشف مع الخليط اللي ضفنا تاع الزبده والسكر، كنضيفو الشوكولا. وفي هاد الاثناء كنكون شعلت الفران على 190 درجة باش يسخن، تما ما نديرهم انا في القويطات. من بعد ما وضعت هاد القويطات في المول ديالهم، غادي نبدا ناخذ الخليط ديالي ونعمر هاد القويطات كيف كتشوفوا معايا. ما نعمرهمش بزاف وما نقصوش منهم تاني بزاف. غادي نستمر في ملء هاد الكؤوس ديال القويعتات بهاد الطريقة حتى نكمل ونتلاقاو من بعد. من بعد ما ملأت القويعطات ديالي كيف كتشوفوا معايا، غادي نضيف لهم هاد الشوكولا اللي حطها في الطبيخ. كيف سبقوا قلت في اول الفيديو، لكم الاختيار في طريقه التزيين وباش تزينوا. ممكن ديروا حتى الشوكولا فيرميسيري الا بغيتوا على حسب المتوفر عندكم. بهذه الطريقه وندخلهم للفرن اللي سخنته من قبل على 190 درجة ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي من يطيب. وكيكون هذا هو الشكل اللي مافين ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران. خداو لي 20 دقيقة تقريبا، ما كيتعطلوش بزاف. هادوك الشوكولا اللي ضفنا من الفوق عطاهم منظر زوين. كنتمنى حتى نتوما تجربوهم تفرحوا بهم الوليدات، انهم ساهلين وبساط ومكونات في المتناول. هاد الكميه عطاتني تقريبا 12 قطعه. الا بغيتوا كميه اكثر بطبيعه الحال كدوبلوا المقادير. مادلين ساهل وناجح 100%. غادي نقطع معكم واحد القطعه، اكيد بعد ما كتبرد تنزولوا ليها القاعد او البابيي، ما كنجوش ونحيدوه ما باقيين سخان والا كيلصقوا لينا فيه. شكلهم بعد ما طابهم كيجيو رائعين من الداخل، ما كيلصقوا ما والو، ومهويين خفاف. غادي نقطع معكم هاد القطعه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. انا حاولت نقطعهم واخا باقي ما بردوش مزيان باش نوريكم النتيجه. قطع الشوكولا من الداخل كيجي شكلهم رائع والمذاق كذلك. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنسونيش ملي لايك ديالكم
وتعليقكم الزوينة اللي تدخلني دائما نعطي أكثر. كنشكركم على حسن المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.